هاي كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بكم في فيديو جديده. عرفتوا راه شحال هادي ما فيلميت كنت موجوده بزاف ديال الفيديوهات ديال اكتوبر ولكن مع الاسف وقع لي واحد المشكل وكان خاصني نمشي للمغرب. هذا المشكل هذا تثبت لي فيه واحد الواقعه نصابه اللي كانت متابعه ديالي وكان خاصني ضروري نمشي للمغرب وغادي نرجع عاوتاني قريبا حيت عارفين انا ما كنسمحش في حقي وقريب غادي ندير واحد الفيديو غادي نقول لكم بالضبط شنو وقع لي. بغيت قبل ما نبدا الفيديو نقدم التعازي ديالي للعائله ديال انور الله يرحمه مسكين اللي مات. عرفتوا راه كتاغيوني بزاف وكتكتبوا لي ديما 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 كل نهار لي كومونتير باش نهضر على هذه القضيه هذه. اولا انا ما عنديش معلومات صحيحه اللي نجي نبقى نقولهم لكم راكم عارفين انا ما كنطلعش على الموجه. ثاني حاجه هذه القضايا المغربيه اللي كيكونوا حساسين بحال هكا انا ما كنديرهمش بلا عائلات وبلا الموافقه ديالهم. فكنتمنى ان عائله انوار تاخذ لها حقها وما يحتاجونيش انا كاع ولكن لاش نهار وقفوا عليا بطبيعه الحربه بمحلول ليهم. اليوم غادي نهضروا على واحد القضيه اللي كنتو في تيك توك بزاف غادي تكونوا شفتوها. انا صراحه ما عنديش تيك توك وقتين ما عنديش حسب كل بساطه ما كنفهمش ليه. اولا ما كنعرفوش كاع كيفاش كيخدم غير مره كنبقى نشوف شي ناس كيكتبوا في وجههم وداكشي واللايفات وكيصيفطوا لهم ما عرف داك التاج ولا مش السبع ولا ما عرف داكشي والله ما عمري ما فهمت داكشي شنو هو. كنظن بلي دوك الهدايا كيصيفطوهم المتابعين ومن بعد هما كيجبدوهم فلوس. انا دي شي حاجه اللي ما عمري في حياتي ما نديرها ما نقدر نخدم عندكم حتى درهم. فكنحس بلي تيك توك ماشي ديالي ولكن واحد الاوديو ديال واحد المجرم داروا عليه بزاف ديال الفيديوهات لدرجه حتى انا وصل ليا وحتى انا درتو لكم اليوم just for fun. بغيتو تعرفوا الاوديو الحقيقي ديال هذا الفيديو منين جاي؟ ليتس جو. نهار 5 أوت 2009 بالضبط في اريزونا مع الخمسة ديال الصباح البوليس غادي يوصلهم واحد الاتصال من القص ديال واحد الكنيسه. الو الو مالك اخويا معايا طلعنا على الصباح. قال لهم راه واحد البركاسه حدا الكنيسه شعله فيها العافيه. ناضوا البوليس جمعوا الوقفه عيطوا على رجال الاطفاء تا هما ومشاو باش يطفيو العافيه على سعدهم ووعدهم مع الخمسة ديال الصباح. مشاو كيقولوا هما تفو شي براش عاوتاني دايرين لنا برانك شاعلين العافيه في البركاسه غير بسلات باش يخدمونا مع هذا الصباح. ولكن البوليس كانوا غالطين ماشي براش اللي شعلوا ديك العافيه وهادي ما كانتش برانك. وهما كيطفيو ديك العافيه غتبان ليهم واحد الجثه محروقه مشوطه لدرجه ان الوجه ما بقاش باين فيه الملامح ولكن باين بان الجثه ديال الراجل. البوليس وحتى الناس اللي فيقهم الحريق ما فهموا والو. اخر حاجه كانوا كيتوقعوها هي داك الحريق اللي كانوا كيظنوه بسيط يكون في الحقيقه جريمه ديال القتل. المهم غادي يطفيو العافيه وغيهزوا ديك الجثه باش يدوها يديروا ليها التشريح. غادي يديروا التشريح ولا دي ان باش يتعرفوا على الهويه ديال داك الشخص. هاد السيد هذا سميتو تيري نيلي في عمره 40 عام والطبيب ديال التشريح قال لهم اول مره كنشوف شي حاجه بحال هكا. تيري ماشي العافيه اللي قتلاتو لقاو فيه 50 ضربه ديال الموس سنانو كلهم مقلعين وحده بوحده وتخيلوا لقاو مسامر مدقوقين في راسو. والطبيب كياكد لهم بلي هاد الشيء هذا كامل وقع قبل ما يموت تيري يعني هو حي ولكن هاد الشيء كامل اللي اكتشفوا ما كانش هو السبب ديال الموت. تيري مات مقجوج بكابل ديال الضو. المحققين من قراو الرابور ديال لوتوبسي فهموا بان هذه جريمه ديال الانتقام حيت باش تسبب الانسان في هذا العذاب كامل خاص يكون الداخل فيك واحد الغضب. ما يمكنش شي واحد يرتكب هذا الشيء كامل في حق انسان اللي ما داير ليه والو اولا غير من اجل السرقه اولا شي حاجه بحال هكا. فهموا بان هذا اللي عذب تيري بهذه الطريقه كيعرفوا وبغى ينتقم منه. تيري كان انسان ذو احتياجات خاصه كان عنده مشاكل جسديه كان عنده واحد الكرسي متحرك الكتريك ضوئي ولا معش كيقولوا ليه المهم هذاك اللي كيتشارجاو وكيقولوا بانه عنده بعض المشاكل النفسيه ولكن شنو هاد المشاكل النفسيه بالضبط صراحه ما عرفتش. المهم تيري كيف ما قلت لكم كانت عنده 40 عام وكان جالس في دار الرعايه لانه ما يقدرش يعيش بوحدو وما عندي حتى شي فكره علاش ما كانش عايش مع عائلته. مع الاسف ما كاينش بزاف د المعلومات على تيري واخا تحاولوا تقلبوا ما غتلقاو والو حيت انا قلبت من نيتي. الحاجه الوحيده اللي كنعرفوها هي الناس اللي في دار الرعايه واللي ساكنين تما قريب منها قالوا بان تيري كان انسان داخل سوق راسو كيقول لهم السلام في الصباح فاش كيخرج وبانه ما عمره ما تسبب في شي مشاكل. فباش يقدروا البوليس يلقاو شي بيست يبداو منها اول حاجه غيديروها هي انهم غيشوفوا كاميرات ديال المراقبه ديال دار الرعايه. لقاو بان نهار 2 اوت يعني 3 ايام قبل من الحريق خرج مع 8 ديال العشيه لدار الرعايه وما عاودش رجع. الحاجه اللي ثارت انتباه ديال البوليس هي الكرسي المتحرك ديال تيري ما كاينش وهو كيف ما قلت لكم الا احتاج يوقف كيقدر يوقف ولكن مستحيل بوحدو يتمشى مسافات طويله. فهاد الشيء كيعني بان تيري من مات ما كانش تما حدا البركاسه شي واحد قتلو في شي بلاصه خلى عنده الكرسي المتحرك ديالو وعاد جلاحو تما. فالبيست الوحيده اللي كانت عند البوليس
البوليس هي هذا الكرسي المتحرك، خاصهم يلقاوه. داكشي اللي غيديروا غيبداو يقلبوا غيبداو يسولوا الناس، وفعلا الخطه ديالهم نجحات. واحد السيد غيقول لهم بانه شاف داك الكرسي الكهربائي حدا واحد المجمع سكني. قال لهم فعلا انا شفتو وتر انتباهي، لان ما كاين حتى شي واحد كيخلي هكا كرسي كهربائي ديالو في الزنقه. ولكن قال لهم انا ماشي سوقي، صافي ما ديت ما جبت. المهم غادي يدي البوليس لديك البلاصه، وكانت الصدمه، فعلا الكرسي الكهربائي ديال تيري هو هذاك. في الدخله ديال داك المجمع السكني كان واحد المكتب ديال الاستقبال بحال الاوتيلات، فالبوليس غيقروا بانهم يمشيو لداك المكتب ويهضروا مع داك الشخص اللي مكلف. وداك الشيء اللي غيسمعوه ما كانوش متوقعينه. قال لهم في واحده من الشقق اللي في المجمع السكني كان كيتسمع واحد الصداع، فاش قربت ليها بديت كنشم واحد الريحه في شكل، فانا يدخلني الشك وقررت انني نمشي نشوف. فاش دقيت لقيت مراه ولقيت راجل ومعاهم واحد الراجل اخر اللي كنظن كانوا كيعذبوه لان الحاله ديالو كانت في شكل. قال لهم فاش شفت داك المنظر انا تصدمت، ولكن هددوني قتلوني الا قلت شي حاجه للبوليس، وانا خفت على راسي وعلى ولادي فسكت. غادي يقولوا لي واخا ورينا هاد الدار. مين غيدخلوا لديك الدار الهضره ديال داك الراجل كامله غادي تتاكد، حيت ديك الدار باينه وقعت فيها شي حاجه ماشي هي هذيك. بعدا غير حلوا الباب ضربتهم واحد الريحه ديال جافيل خياليه كتخنق. زائد ان في داك لابارتمون كان فوق جليج الموكيت. عرفتوا كاين شي ناس كيغلفوا دارهم كامله بالموكيت اولا بالزربيه، ولكن الغريب في الامر ان داك الزربيه اللي مغلفه بها الدار شي بلايص فيها مقطعين ومقلعين، وحدا دوك الطريفات ديال الزربيه اللي مقطعين كانوا نقيطات ديال الدم. البوليس قالوا لداك العساس اللي ما كيعسس والو جبد لينا السميه ديال مولات هاد البارتمان دابا. غادي يقول لهم اللي ساكنه في هاد البارتمان سميتها انجيلا سيمبسون، والسيد اللي كان معاها كيعيطوا ليه كراكر. فدوك الشرطه اللي كاينين في البارتمان ديال انجيلا غادي يعيطوا للكوميساريه، غادي يقولوا لهم هاشنو راه في البارتمان ديال انجيلا سيمبسون هاشنو لقينا، دابا خاصنا ضروري نقلبوا عليها. البوليس اللي في الكوميساريه غادي يقولوا لهم شدوا الطريق واجيو، السيد راه اصلا مشدوده على جريمه اخرى لانها ارتكبت سرقه المسلحه. فهداك الشيء اللي غيديروا غيشدوا الطريق وغيمشيو نيشان للسجن باش يهضروا مع انجيلا. غادي يعيطوا لها غادي يقول لها رحنا دخلنا البارتمان ديالك هاشنو لقينا هاشنو لقينا. تقول لهم بلا ما تعذبوا راسكم وتعاودوا لي قصه حياتي، تيري انا اللي قتلته، وقتلته فقط لانه كيستاهل يموت حيت كان خدام مع البوليس وكيبيع بالناس. يقولوا لها فين كتعرفي هذا السيد؟ تقول لها تعرفت عليه مؤخرا وكنا كنستاهل كل مخدرات انا وياه، والقاسم المشترك ديالنا الثاني هو اننا بجوجنا كنا دخلنا للحبس شحال هادي وبجوجنا ارتكبنا جرائم. قالت لهم هو كان صديقي حتى لواحد النهار اعترف ليا بانه كيبيع بالناس وكيخدم مع البوليس، وقال لها بان شحال من واحد دخل الحبس بسبابه، وحتى هو فاش كان في الحبس لانه كان ارتكب شي حجب كان خدام مع البوليس من داخل الحبس وكيبيع بالمحبسيه اللي كيديروا داكشي في شكل. هذا الشيء ما عرفناش واش صح ولا خطا. البوليس كيقولوا بان تيري ما عمره ما خدم معاهم، وبانه كان كيقول داكشي لانجيلا عند بالو غيبان واعر زعما وغيعجبها وداكشي، ولكن ما كانش عارف بان انجيلا ما كتحملش البوليس من صغرها وهي كتكرههم. Simpson, I think, is a very scary individual. She's probably the only one in there that I take every precaution in the world to make sure my staff and myself are safe. She is the one in this whole jail that creeps me out, for a better word. المهم هي فاش غتعاود لهم داكشي كامل وبسرعه، يعني غير شافتهم بدات كتخوي لهم المزيوده، هما بحال غيتصدموا غيشكوا فيها. بداو كيقولوا لك ما هذيك تحاول تخبي على شي واحد، كيفاش غرجينا عندها ما عذبتنا ما والو قالت لنا كل شيء. غيقروا انهم يبحثوا شويه في حياتها وفي السجل الاجرامي ديالها، والسجل الصحي حتى هو ما نساوهش. المعلومات اللي غادي يلقاو ماشي بزاف ولكن كافيين. انجيلا زادت نهار 29 نوفمبر 1975. كيقولوا بان الطفوله ديالها كانت صعيبه بزاف، ما بغاتش كاع تهضر على داكشي اللي عاش في الطفوله، وما بغاتش تهضر على والديها. ما عرفناهاش حتى واش عاش في الخيريه ولا عاش مع والديها، واش كانوا كيتعداو عليها. الحاجه الصادمه اللي غيكتشفوا البوليس في الملف الصحي ديالها هي انها منين كانت عندها 10 سنين وهي داخله خارجه المصحه العقليه. I started being hospitalized at 10 years old. I have a mental history from 10 years old till present. So yeah. When you say mental history, I mean, do you care that anyone feels sorry for you? Do you want anybody feel sorry for me? Yeah. Do you, should the people who are watching this say because she had a bad childhood? Of course not.
ومنين كبرت شوية ولات داخلة خارجة للحبس. يعني أنجلا ما عمر ما كانت عندها حياة طبيعية، كانت كتستعمل المخدرات، كتدابز، كتسرق، وعندها أربعة ديال الولاد اللي تشي واحد ما عارفها مع من والداهم، وتشي واحد ما عارف دوك الولاد فينا هما. I have four children. You have four children. I do have four children. Where are they? El Mirage. What is how they doing and how is it for you to be separated from them? I don't want to talk about my children. I can't do that. فهنا البوليس ما غيعرفوا عليها هذا الشيء كامل، غادي يفهموا بانها فعلا هي اللي دارت الجريمه، غادي يسولوها كيفاش قدرت دي تيري لدارها باش ترتكب فيه داك الشيء، فغادي تقول لهم بانها طلبت منه يمشي معها للدار، وفي المقابل غتعطيها المخدرات وتمارس معها علاقه جنسيه. بطبيعه الحال تيري قبل والا ما نكونوش كندرو عليه اليوم، غير دخلته للدار وهي تقلب عليه ولات بحال شي وحش، خدات واحد الحديده وضرباته. وكيف ما حنا عارفين تيري عنده احتياجات خاصه، يعني ما غاديش يقدر يوقف بوحدو ويدافع على راسو وكل شيء، فغادي تبقى جالسه كتضرب فيه. قالت بانه بدك يغوت على حر جهده، وكانت تسال كيفاش في عماره فيها عرمت الناس شي واحد ما سمع الغوات ديال الراجل الكبير المده ديال 3 ايام وهي كتضربه بالمطرقه. دقات ليه المسامر في راسه وهو حي، وحرقاته في مناطق مختلفه، وقطعت ليه حلقه، وكانت دايره ليه قدامه مرايه باش يشوف راسه في داك الشكل. قالت بانها بغات يشوف شنو كيستاهل. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creep. بطبيعة الحال ما كانتش كتخليه يمشي للتواليت، وما كانت كتعطيه لا ما لا ماكله. النهار الثالث قالت بانها ملات منه وملات من داكشي اللي كدير ليه، فقررت انها تقتله. فعلا خنقاته بالكابل ديال التلفازه، ومن بعد جابت واحد الموسى وحاولت انها تقطع ليه رجليه ولكن ما قدراتش. I took him to my house, walked him down the street. I don't know why the media acts like couldn't walk. He walked very well. Walked him upstairs, kicked his ass, and killed him. You murdered this man? Yes. You tortured him? Of course. Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? Well, why did this man deserve to die? You claimed he was a snitch. Well, what proof do you have of that? He told me he was a snitch. He told you? On many occasions. Do you believe him? Do you think he really was a snitch? Oops, if he wasn't. فاش قتلات وسالات دابا خصها تفكر كيفاش غدير تخلص من الجثه. انجلا ما كانش عندها الطوموبيل، فغتمشي هي وكراكر عند واحد السيد كيعرفوه، وغادي يهددوه وياخذوا ليه طوموبيلته بالزز. وعافاكم قالوا ليه بانهم راه قتلوا تيري، وهذاك السيد اللي خداو ليه طوموبيلته فعلا جا عند البوليس وقال لهم راه هذا الشيء بصح وقع، ولكن راه هدوني يديروا ليا بحالو ويقتلوني، فمع الاسف ما قدرت ندير والو. انجلا خدات الطوموبيل، دارت تيري في الكوفر، مشات لاحته في ديك البركاسه وشعلات فيه العافيه، ورجعت كملت حياتها عادي بحال ما وقع والو. تخيلوا ان واحد القناه غدير معها انترفيو وغادي يسولوها واش ندمات، وهي غتقول لهم الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها هي انني ما عذبتوش 7 ايام في بلاصه 3 ايام. قالت لهم بانه فقط وايت تراش، يعني زبل ابيض، لانه بطبيعه الحال هو كان بيض وهي كانت بلاك، وما كانش عندها مع البيضين. المحكمه غتحكم عليها بالتهمه ديال القتل العمد من الدرجه الاولى بدون فرصه ديال الاخلاء او حق في الاستئناف، ولكن هي كاع مسوقه لهذا الحكم. غتقول لهم كان عليكم تحكموا عليا بالاعدام، اما دابا راني فرحانه غندوز حياتي في الحبس مع خوتي. How do you feel about spending the rest of your life in prison? You know, I got a lot of family in prison, and I'm okay with that. I'm okay with that. Yeah. I got many sisters in prison. I can't wait to see them. It's really not that much of a punishment to be sentenced to spend my life with my family. كيف ما سمعتو قالت بان عندها بزاف ديال العائله في الحبس، ما عرفتش واش عائله حقيقيه يعني بالدم اولا غير دوك صحابها اللي كانت كتدخل معاهم للحبس قبل، كانت كترتكب معاهم الجرائم، كدير معاهم لا دروغ. Angela, is this the first time you've done this? No. It's not the first time. What else have you done? That's not. But you've killed other people? Well, they'll find that out. Will you admit that you've killed other people? Well, yes. You've killed other people. How many? That's irrelevant. Why did you kill them? Same reason. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me. المهم دابا انجيلا راها في الحبس مع راسها، كتاكل من فلوس لي تاكس ديال الناس اللي كيخدموا بالنهار وبالليل. كانت هذه هي الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى نكون كنت خفيفه عليكم. نتلاقى معكم في الفيديو الجايه، كنزفت لكم بوسات كبارين. شكرا بزاف على الحب ديالكم، تهلاو في راسكم، باي باي.